pourquoi pas. Il ne faut pas faire de rejet sans avoir regardé. Regardons. Et puis quand j'ai regardé, étant donné que j'ai un faible pour tout ce qui est un peu histoire, مسلسل الحريم السلطان. ونعود معكم أعزائي المستمعين فقط للمعلومة، في عام 2008 تابع حوالي 85 مليون عربي الحلقة الأخيرة من المسلسل التركي نور، واللي عرضته أحد القنوات العربية، وأيضا كان هذا هو بداية العرض المسلسلات التركية. مريم نرجع لك مرة ثانية. ولكن هذا على الناس اللي ولاو كي كاين اقبال كبير على تركيا، وممكن كيرجع هادشي شي تفضل المسلسلات وهادشي خاصنا باش نفسروا هاد المساله على انه